بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لسه في الجزء الأول من شهادة السي سي ان ايه، في البارت الثالث من الجزء الأول. عايزين نتكلم النهاردة عن الاي بي ادرسنج، ولكن قبل ما نتكلم عن الاي بي ادرسنج عايزين نتكلم او نفنش حاجة كانت ليها علاقة بالفيديو اللي فات. الحقيقة لو نفتكر في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الوسط اي لير، اتكلمنا ان في السيجمنت في الباكت وان في الفريم، اتكلمنا ان السيجمنت موجودة في الترانسبورت لير، الباكت في النتورك لير، والفريم في الداتا لينك لير. اتفقنا ان السيجمنت في الترانسبورت بيبقى فيها جزء من الداتا المرسلة بالاضافة الى السورس بورت والديستنيشن بورت. اتفقنا ان السورس بورت والديستنيشن بورت او هذه الاضافة اللي مع الداتا دي ممكن نسميها هيدر. اوكي، ولو تفتكروا حتى قلنا في الفريم بيبقى فيه هيدر وفي ديل او تيلر اللي هو السي ار سي. الحقيقة لو في السيجمنت، السيجمنت طبعا في الترانسبورت لاير في لاير 4 اللي هو بيبقى فيه بروتوكولات النقل الخاصه بالتي سي بي اي بي، واللي هي بروتوكول التي سي بي وبروتوكول اليو دي بي. لو انت كنت بتستخدم بروتوكول التي سي بي في عمليه النقل يبقى الهيدر هسميه تي سي بي هيدر، ولو الهيدر ده لو البروتوكول اللي بيستخدم في عمليه النقل كان اليو دي بي يبقى الهيدر ده هيبقى اليو دي بي هيدر، ده مسمى بتاعه. طيب هو شكل التي سي بي هيدر ايه وشكل اليو دي بي هيدر ايه؟ بغض النظر بقى شوف انت هتستخدم بروتوكول ايه، يعني لو انت كنت شغال مثلا بروتوكول اف تي بي بقى هتستخدم التي سي بي هيدر، يعني الاف تي بي بيستخدم التي سي بي في عمليه النقل، اما مثلا التي اف تي بي بيستخدم اليو دي بي في نقل البيانات، فبالتالي هيبقى الهيدر يو دي بي. طيب لو جينا نبص على اليو دي بي هيدر هنلاقي فيه اللي هو المربع المستطيل الاولاني اللي فوق ده، سوري، هنلاحظ ان هو مكون من 32 بت كطول كعرض سوري وكطول 8 بايت. ايه اللي ممكن الاقيه فيه؟ هلاقي 16 بت هي رقم البورت نمبر الخاص بالسورس، و16 بت اخرى هي الديستنيشن بورت نمبر، 16 بت بنسميها يو دي بي لينث او بتمثل حجم اليو دي بي هيدر ده كام او طول اليو دي بي هيدر ده كام. فهنا بيبقى موجود عندي اليو دي بي هيدر حجمه قد ايه، 16 بت يو دي بي تشيكسم. تشيكسم دي زي سي ار سي بس خاصه بالهيدر نفسه، تشيكسم هي زي سي ار سي ولكن خاصه بالهيدر نفسه، يعني مهمتها انها تتاكد ان الهيدر وصل سليم، يفرقش معاها السيجمنت ككل او الفريم او الباكيت او وات ايفر. لا هنتكلم في سيجمنت، بنتكلم في هيدر، يبقى في تشيكسم للهيدر نتاكد ان الهيدر وصل سليم، وطبعا باقي الداتا. اما اليو دي التي سي بي فهتبقى القصه بتاعته اكبر طبعا، لانه نفتكر التي سي بي كان بيستخدم عدة حاجات، يعني اولا 3 way تي سي بي هاند شيك، عملية السلام اللي بتحصل ما بين التي سي بي المرسل والمرسل اليه واتفاقهم على السيكونس نمبر والاكنولجمنت نمبر والويندوينج نمبر، كل الكلام ده في كلام كتير. اذا الهيدر هيبقى فيه، هيبقى فيه اولا الهيدر مختلف، التي سي بي هيدر اكبر من اليو دي بي هيدر، حتى في الارتفاع بتاعه تلاقي 20 بايت مش 8 بايت، مكون من خمس مقاطع، يعني لو حسبنا عدد المستطيلات هنا هنلاقي 1 2 3 4 5، في حين التاني كان 1 2 فقط. طيب لو جينا نتكلم عن طبعا كل مقطع الطول بتاعه بالظبط بيبقى 4 بايت، يعني لو تلاحظ هنا ده اليو دي بي كان مستطيلين او سطرين، خلينا نقول عليه
سطرين كل واحد 32 بت، العرض ده كده 4 بت 4 بايت، والعرض ده كده 4 بايت. هنا عندي 5، 5 في 4 ب 20 بايت. طيب هيبقى في ايه؟ هيبقى في 16 بت سورس بورت نمبر و16 بت ديستنيشن نمبر، والديتا طبعا هيبقى في عندنا 16 بت تي سي بي تشيك سام زي السي ار سي بتاعت الهيدر، زي بالظبط زي اليو دي بي تشيك سام اللي فوق، بس دي تي سي بي تشيك سام هتلاقيها هنا اهي تحت. ولكن هنلاقي اضافتين غراب جدا، 32 بت سيكونس نمبر، 32 بت نولج اكنولجمنت نمبر. طبعا انتوا فاكرين الاكنولجمنت نمبر والسيكونسنج نمبر، الرقم ده ما هو هيتبعت في التي سي بي. هو انا لما ببعت اقول لك انا هبعت لك يا عم السيجمنت السيكونس نمبر بتاعها 100، مش لازم اكتب لك الرقم ده في السيجمنت ولا ايه؟ انا بكتبه هنا او البي سي بتاعي هيكتبه هنا. نفس الحكايه بالنسبه للاكنولجمنت، اللي حتى الويندو سايز او الويندوينج لو تذكروا في المثال اللي خدناه في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على ويندوينج 2000 بايت، يبقى انا هكتب هنا همثل رقم 2000 بايت ده ب 16 بت واكتبه هنا. يمكن هنلاقي مثلا في 4 بت هيدر لينث، دي بتقول والله ان احنا مكونين او الطول بتاعنا 5 بت، 5 اسطر الاجمالي الطول الخاص ب اليو دي بي تي سي بي هيدر. طبعا لو انا مرسل رساله اس واي ان يبقى هنا في بت الاس واي ان ده، دول فلاجز او العلم بنسميه، كل هيدر له علم بيميزه. يعني لو انا جيت هنا حطيت البت ده صفر والبت ده صفر والبت ده صفر والبت ده صفر والبت ده واحد والبت ده صفر واحد، اللي هنا دي بتدل ان هذه السيجمنت هي اس واي ان تي سي بي اس واي ان. اما هتقول لي طب والاك فين؟ هقول لك الاك هنا. عايز اقول لك ان لما التي سي بي 3 واي هاند شيك بيخلص وهو والاثنين ينتهوا من ارسال البيانات، المرسل يرسل له البيانات والتاني يبعت له الاك، في النهايه بيبعت له سيجمنت بيبقى فيها فين يعني نهايه خلاص. لو في 1 بت هنا واحد انتهت القصه. حقيقه يعني دي كانت بعض المعلومات. طبعا عايزين نتكلم كمان على حاجه اضافيه، الاي بي هيدر. طب ده هيبقى فين؟ ده هيبقى في النتورك لاير بقى، والباكت بتتعمل بيبقى فيه السورس اي بي والديستنيشن اي بي لو تفتكروا. دي الحته اللي فيها الاي بي هات، دي اللي بتحط فيها الاي بي سورس والديستنيشن، دي بنسميها الاي بي هيدر. ودي ما بيبقاش فيها الاي بي هات بس، ده بيبقى فيها قصه طويل. خلينا نبص. طبعا هنا الرسمه دي جميله جدا، الشارت اللي قدامنا دوت في شرح لكل حاجة، ولكن احنا ايه اللي يهمنا في القصة دي؟ هيهمنا بعض الاشياء. اولا الطول هو 20 بايت زي التي سي بي، العرض سوري، والطول 32 بت عادي جدا. اول 4 بت هنا دول بيمثلوا الفيرجن. هتقول لي فيرجن ايه؟ هقول لك فيرجن 4، اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6. احنا شغالين باي بي هات ايه؟ الاي بي هات في نوعين، في اي بي فيرجن 4 وفي اي بي فيرجن 6، يمكن هنتعرف عليهم اكتر لما نتكلم على الاي بي هات كمان شويه. ولكن الشائع حاليا الاي بي فيرجن 4 لحين ما الاي بي فيرجن 6 تنتهي قصتها. وممكن لو انت مهتم جدا باي بي فيرجن 6 انصحك بعمل داونلود للشرح اللي انا كنت عامله للاي بي فيرجن 6 على موقع www.cbtme.com. بعد كده في عندنا الهيدر لينث، المقصود بالهيدر لينث الطول الاجمالي ده، هل هو 20 بايت ولا اكتر. التايب اوف سيرفيس، التايب اوف سيرفيس مهمه جدا. التايب اوف سيرفيس يعني ال 8 بت دول مهمين جدا، اللي بيمثلوا او بيمثلوا حاجه اسمها تايب اوف سيرفيس. ليه مهمين جدا؟ مهمين جدا لان انت في وقت معين بعد ما بنخلص السي سي ان اي وبنتطرق لاي شيء اخر زي السي سي ان بي او ما شابه، بناخد الفويس اوفر اي بي او الفويب او whatever الناس بتحب تسميه ايه، وبناخد السي او اس او الكواليتي اوف سيرفيس، واللي هو الفويس اوفر اي بي والكواليتي اوف سيرفيس لهم علاقه كبيره مع بعض، يعني في كونكشن جامد ما بين الاثنين. الحقيقه الكلام اللي هناخده هيبقى له علاقه بالتايب اوف سيرفيس. بكل بساطه نسهلها على بعض، احنا دلوقتي احنا لسه ستارتر، هنقول بكل بساطه التايب اوف سيرفيس
هي الأولوية بتاعت الباكت؟ يعني الباكت دي هل هي في اي بي ولا لا؟ هل الباكت دي لازم تمشي توصل بسرعة تطلع بسرعة؟ بس المشكلة ايه؟ خلينا نتخيل مع بعض. لو افترضنا ان عندنا انترفيس بتطلع منه الباكت، طب لو كان عنده 10 باكت عايزين يطلعوا هيقفوا طابور. طيب افرض الباكت اللي في الدور الثامن او اللي في المرتبة الثامنة عايزين نمشيها بسرعة، بدل ما تستنى ال7 باكت اللي قدامها يطلعوا الاول، يبقى في التي او اس هحط زي علامة كده، احط زي رقم بالاحرى بكلاسيفاي الباكت على انها ذات اهمية. وطبعا يمكن مين بقى اللي ذات اهمية؟ مين الباكت اللي انا يهمني توصل بسرعة؟ الباكت اللي مش اللي البيانات اللي فيها او الداتا اللي فيها مش داتا عادية، مش جزء من ملف وورد، لا جزء من مكالمة صوتية بس، فبالتالي لازم توصل بسرعة عشان ما يحصلش تأخر في وصول البيانات، ديلي، اوكي، ليتنسي. ده المقصود بالتي او اس بكل بساطة. التوتال لينث الاجمالي العام، التوتال لينث الاجمالي العام لكل الاي بي هيدر بالداتا جرام، اللي يعني الداتا جرام كلها، يعني بمعنى اخر الاي بي هيدر والداتا، الداتا اللي معاه حجمها كام، ده التوتال لينث. بعد كده في حاجه مهمه جدا، ايدنتيفيكيشن اي بي فلاجز فريجمنت اوفست. ايه قصه ال 32 بت دي اللي متقسمه 16 بت ايدنتيفيكيشن، 3 بت فلاجز، و ولا 4 بت فلاجز، والباقي راح للفريجمنتيشن اوفست. ايه القصه دي؟ القصه دي بكل بساطه مهمه جدا، القصه دي تدفعنا ان احنا نتحدث عن حاجه مهمه جدا. ايه هو الحجم الاقصى للفريم؟ الفريم، معلش ان احنا بنتكلم على الباكت، ولكن انا لازم اروح للفريم اللير اللي تحت بتاع الداتا لينك، واتكلم في حاجه مهمه جدا. هو الفريم اكبر حجم ليها ممكن يبقى كام؟ اكاديميا 1518 بايت. السيسكو انترفيسز وكل حاجه بتبقى شغاله على 1500 بايت، يعني ده اكتر حاجه انت ممكن تعملها، 1500 بايت ده اقصى حاجه للفريم. طيب افرض انا الطرف اللي قدامي، انا دلوقتي كنت ديفايس، بغض النظر انا سويتش ولا راوتر، خلينا نقول راوتر، ان احنا بنتكلم على هنتكلم على حاجه ليها علاقه بالباكتس، فخلينا نقول انا راوتر، وصلتني باكت، هذه الباكت حجمها في الطبيعي الحد الاقصى للفريم هي 1500، هي جايه لي 1500، وبالمناسبه الحد الاقصى للفريم بنقولها بالانجلش ويهمني ان انتوا تبقوا حافظينها وعارفينها، MTU maximum transmission unit، وهنشوفها لما نيجي نتكلم على الراوترات MTU. طيب الماكسيمم ترانسميشن يونت 1500، انا جت، طب اوكي هاخدها ابعتها للديستنيشن راوتر اخر مثلا. طيب الراوتر الاخر ده كان بعت لي معلومه مهمه جدا، كان قايل لي والله انا ما بستقبلش باكتس او فريمز حجمها اكتر من 1000 لاسباب معينه. طيب انا هبعتها لك ازاي؟ طب انا هبعتها لك، ماليش دعوه، والله ما ينفعش، لان انا لو بعتها له هيعمل لها دروب، هيرفضها، هيلفظها، انا هيقول لك لا انا ماليش دعوه، انا 1500 ما بتعاملش مع الحجم ده، يعني زي ما بالظبط جايب لي واحد تخين جدا وعايز يخش في باب صغير عليه، الحل ايه؟ وبلاش واحد عشان ما نبقاش يعني ايه، الموضوع يبقى الموضوع سهل شويه، خلينا نقول ايه، كرتونه كبيره جدا. طب الحل ايه؟ اقطع الكرتونه تمام لجزئين هتعدي من الباب، اخد ال 1500 بايت دول اعمل لهم فراجمنتيشن، يعني اقسمهم لاتنين باكت فرعيين، كل واحده مثلا 750، وهو طبعا الحد الاقصى بتاعه 1000 الراوتر اللي في الطرف الثاني، فهيستقبل الحاجات دي مفيش مشاكل، وهروح باعت له الاثنين، وطبعا معلم الاثنين باي بي فلاجز، خد بالك بتفهمه ان والله ده ان دي الباكت الفرعي رقم 1 ودي باكت فرعي رقم 2، الايدنتيفيكيشن والاي بي فلاجز هيعملوا كده، وهو يجمعهم بعد ما يستلمهم صغيرين، يعني قسمنا الصندوق
لقطعتين دخلناه من الباب، بعد كده من الطرف التاني انت بترجع تجمعه تاني. دي قصة الفريجمنتيشن، ودي قصة ال 32 بت اللي بيساعدونا في ده. السطر الثالث هيدر تشيك سام، اوكي هيدر تشيك سام هي السي ار سي بتاعت الهيدر ده. بروتوكول هنحدد هنا البروتوكولز المستخدم في عملية النقل واي بروتوكولات اخرى ذات علاقة. يعني لو كنت شغال ببروتوكول تي سي بي، لاحظ تحت معلش في الرسمة اللي تحت، دي رسمة جميلة جدا يا جماعة، يعني رائعة جدا الحقيقة. تي سي بي هنا هنلاقيه 6، يبقى انا هنا هيتكتب رقم 6. طيب لو كنت ببعت بيو دي بي كنت هشوف هنا رقم بروتوكول 17، رقم 17 عشان يو دي بي. طبعا في بروتوكولات اخرى هتتطرق ليها، هنتطرق ليها يعني هنتطرق ليها في السي سي دي، وهنتطرق ليها فيما بعد لما نتكلم على الان بي والسي سي ان بي والكلام ده، ونبدا ناخد الراوتنج والاي سي اس دبليو كمان بالذات، هتلاقوا حاجات كتيره موجوده هنا بنتطرق ليها. طيب التايم تو ليف، التايم تو ليف ده قصه، ده حكايه جميله جدا. التايم تو ليف هو زمن او العمر الافتراضي للباكت. هتقول لي هو الباكت ليه عمر افتراضي؟ هقول لك الباكت ليه عمر افتراضي، ولا نفترض ان هو هنا كان مثلا 128، كان موجود رقم 128. هتقول لي طب ايه رقم 128؟ هقول لك ال 128 ده عدد الهوب، عدد الهوب لغايه ما نوصل يعني اقصى عدد للهوب ممكن تمر بيها الباكت دي لغايه ما توصل للديستنيشن بتاعتها. سوري يعني ايه هوب؟ هي هوب يعني راوترز، إيه عدد الراوترات اللي في السكه اللي هتعدي عليهم الباكت لغايه ما توصل للديستنيشن. برضو مش فاهم يعني انت حطيت لي 128، طب وبعدين؟ هقول لك يا اخي افرض ان انا طالع من عندي باكت هنا رايحه للياهو دوت كوم، وانا كنت حاطط في التايم تو ليف 128، يعني معاها تعدي على 128 راوتر لغايه ما توصل لياهو دوت كوم. طب والله عدت على 60، حلو يا عم جميل، مش هتعدي طبعا، ما يوصلش الرقم، الارقام اللي انا بقولها دي ممكن توصل 15 16 راوتر رئيسي يعني. طيب عدت على 60 تمام. طب عدت ال 128 يا عم، ده في بينها وما بين الياهو 130. هقول لك لا سوري، الباكت هتطلع من عندي التايم تو ليف فيها 128، توصل لاول راوتر زي مثلا بتاع الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعي موفر خدمه الانترنت عندي، هتبقى التايم تو ليف دي 127. لاحظ عمال يعني ايه تنازلي كده، الرقم عمال ينزل. طب وبعدين اول ما توصل لصفر الباكت دي تلفظ، يحصل لها دروب، تفنى. الله، وما توصلش للديستنيشن. لا ما توصلش للديستنيشن، هنعمل ايه؟ وهل احنا متخيل ان احنا الباكت لو ما وصلتش الديستنيشن تفضل تلف مدى الحياه في الشبكات بتاعت الدنيا دي كلها؟ خصوصا ان احنا يعني انا مدي مثالي هنا على النت، على الانترنت مثلا، فالانترنت شبكته كبيره جدا، تخيل باكت بتدور على الديستنيشن بتاعها وقاعده بقى هتدور بالسنين يعني. لا طب ده عدد معين من الراوترات بتعديها، والله ما وصلتش للديستنيشن يبقى يحصل لها دروب ويبقى تجاوزت العمر الافتراضي بتاعها. قبل ما توصل، قبل ما تتجاوز هذا الرقم وصلت الديستنيشن، يبقى كله تمام وشيء جميل. سورس ادرس ديستنيشن ادرس هما الاي بي ادرس، هو ده المقصود يعني سورس ادرس والديستنيشن ادرس 32 بت اي بي ادرس ديستنيشن ادرس وهكذا. نيجي دلوقتي للجزء الاهم في الموضوع بتاعنا بالنسبه للفيديو، وهو ما المقصود بالاي بي ادرس. الحقيقه الاي بي ادرس هو اربع ارقام، الاربع ارقام دول يفصل ما بينهم دوت او نقطه، كل رقم ممكن اسميه اوكتت، كل اوكتت او كل رقم ممكن يبقى من 0 ل 255، كل رقم من او الارقام اللي هي من 0 ل 255 دي ارقام ديسيمال، فبالتالي الاوكتت بتساوي 8 بيتس لو نفتكر من الفيديوهات اللي فاتت. اذا انا ممكن يبقى عندي اي بي مثلا 225 249، لما ما ينفعش يبقى عندي 225 309 300، تقول لي كل اوكتت من الاربعه او كل رقم من الاربعه ما يزيدش عن 255. طيب
الاي بي ادرس لو جينا نبص عليه هنلاقي ان هو ممكن اتفرج عليه او اشوفه بحالته الديسيمال، ممكن اشوفه بحالته الباينري، بحالته العشريه او بحالته الثنائيه. طيب ازاي اقدر احول الرقم من حالته العشريه الى الباينري او العكس؟ لان ده هيهمنا، هتفرق معانا ان احنا نتفرج على الايباد بعد كده بالشكل ده. هقول لك بكل بساطه، لاحظ رقم 10 اللي باللون الازرق. لو لاحظتوا معايا رقم 10 اللي باللون الازرق ده هتلاحظوا حاجه غريبه جدا. هتلاحظوا ان انا لو جيت اطبق الكلام ده على السطر اللي تحت، والسطر ده جهنمي جدا. ليه؟ السطر ده عباره عن 8 ارقام، كل رقم ممكن امثله ببت، في نفس الوقت الاجمالي بتاعهم 255، يعني له علاقه بالشروط اللي احنا وضعناها للاي بي. لو جينا نبص على ايه المكون لرقم 10 هلاقي 8 و2. طيب الرقم 8 ده بدل ما انا خدته احط هنا 1، ورقم 2 احط فوقيه 1، اما الارقام اللي ما خدتهاش احط بدلها 0. هي دي الفكرة. لاحظ 4 صفار 128 ما خدناهاش يبقى 0، 64 ما خدناهاش يبقى 0، 32 ما خدناهاش يبقى 0، 16 ما خدناهاش يبقى 0، 8 خدناها يبقى 1، 4 ما خدناهاش يبقى 0، 2 خدناها يبقى 1، 1 ما خدناهاش يبقى 0. الرقم ده كده هو ده الرقم الباينري المعادل الباينري للرقم الديسمال اللي فوق. طبعا لو عندي 0 يعني معناها ما خدتش حاجه، يبقى احط 8 اصفار. طب لو كان عندي 255 بدل رقم 10 ده مثلا، كان عندي رقم 255 اقدر اتخذتهم كلهم، ما هو الاجمالي بتاعهم يعمل 255، يعني 4 وحايد 4 وحايد، يعني 8 وحايد 1 1 1 1 1 وهكذا. الحقيقه المهم في الموضوع ده شيء هام جدا. لو جيت يعني خلينا نتخيل مع بعض، عندنا 4 اجهزه في شبكه وعندنا 4 اجهزه في شبكه اخرى. ايه المطلوب علشان اقدر اميز او افصل ما بين هذه الشبكه والاخرى؟ الحقيقه هيبقى عندك حاجه مهمه جدا، ان كل جهاز في كل شبكه المفروض يبقى له رقم بيميزه، والمفروض ان كل شبكه من الشبكتين ليها رقم بيميزها عن التاني. ده مش بس الاجهزه اللي لازم يبقى ليها رقم، ده الشبكه اللي لازم يبقى ليها رقم ايضا. جميل. الحقيقه ان الاي بي ادرس اللي انت بتديه لكل جهاز هو عباره عن رقم الشبكه ورقم الجهاز. يعني الاي بي الاربعه اوكتت ده، الاربع ارقام، في ارقام منهم هما نتورك ادرس او رقم شبكه يعني، وفي ارقام منه هي رقم الجهاز او الهوست ادرس. بالظبط، عشان كده بنقول الاي بي بيساوي النتورك ادرس زائد الهوست ادرس. يعني الاي بي ادرس مش رقم الجهاز بس، ده رقم الجهاز ورقم الشبكه اللي هو فيه. طب انا ازاي اقدر اميز ما بينهم؟ بسيطه جدا. شوف كلاس، هنقسم الاي بيهات بتاعتنا لكلاسات. في عندي كلاس A B C وهم دول الشائعين الاستخدام، اما كلاس D و E فليهم استخدامات معينه هنتكلم عليها. طب خلينا كلاس A و B و C. في كلاس A قال لك دايما هنبص على اول اوكتت من اي اي بي. لو اول اوكتت يعني اول رقم من الاربع ارقام، وكل رقم مكون من 8 بت، قال لك لو اول بت قيمتها زيرو لازم تبقى قيمتها زيرو، اذا احنا في كلاس A. هتقول لي يعني طب انت بتجبرني ان اول بت تبقى زيرو؟ هقول لك اه. تقول لي طب والسبع اكسات او السبع بت التانيين دول؟ هقول لك اعملهم براحتك، خليهم كلهم اصفار هيطلع لك كام؟ رقم صفر. طيب خليهم كلهم وحايد يا ترى هيطلعوا كام؟ نسينا احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم على السطر ده. لاحظ زيرو سبع اكسات، انا لو حطيت عند 128 زيرو وحطيت في الباقي دول السبعه دول اللي هم السبع اكسات حطيت وحايد اقصى حاجه ممكن اعملها، هتلاقي معاك رقم 127. 46 و32 و16 و8 و4 و2 و1 يعملوا 127. اذا اول رقم يبقى زيرو، اخر رقم يبقى 127. لو الاي بي اول اوكت فيه تبع لرقم في الرينج ده، يبقى احنا الاي بي ده كلاس A.
تصنيفه كلاس A. على فكرة الرقم الصحيح هو من 1 لـ 126، بس هنعرف كمان شوية، يعني مش من زيرو بالذات بالنسبة بس كلاس A، يعني زيرو ما بيستخدمش، ال 127 ما بيستخدموش، فبنقول من 1 لـ 126. طيب يعني ثواني، يعني الاي بي 10001 ده ايه؟ انهي كلاس؟ هقول لك بص على اول اوكتت، اول اوكتت مين؟ من على الشمال رقم 10. طيب رقم 10 ده تابع لانهي، تابع لانهي كلاس؟ رقم 10 ده واقع في الارقام من 0 ل 127، اذا كلاس A. اذا 10001 ده تابع لكلاس A او بيصنف لكلاس A. قال لك والله لو انت تابع لكلاس A كاي بي، اول رقم عندك هو رقم النتورك ادرس، هو الان، والثلاث اوكتات التانيين دول الهوست الاتش، دول اللي بيعنوا رقم. يا الله، يعني تعال نبص كده، 10 ده كلاس A، كلاس A بيقول اول واحد هو النتورك ادرس اول اوكت، يعني عايز تقول لي ان رقم الشبكه هنا هو 10 ورقم الجهاز هو 001؟ اه بالظبط. طب لو انا عايز اقول انا في شبكه رقم 10 اكتبها ازاي؟ هقول لك ما ينفعش تكتبها انا في نتورك ادرس 10، لا بنكتب 10 والثلاثه اوكتات اللي مش مستخدمينهم اللي رايحين للهوست هنحط بدلهم اصفار، فنكتب 10 0 0 0. طب والهوست انت مش مستخدم الاولاني، ما استخدمتش اول اوكت عشان ده بتاع النتورك، هتحط بدله 0، ثم الرقمين ايه اللي عندي؟ طبعا هم هنا جايين بالصدفه 0 0، ممكن يبقى حاجات تانية، هكتب 0 0 0 1، ده رقم الهوست ادرس بتاعي. جميل. طب وكلاس بي؟ كلاس بي يا سيدي بيقول لك اول اوكتت لازم اول بت فيه وتاني بت فيه بواحد وزيرو، فهناخد ارقام، هتديني ارقام من 128 ل 91. اذا لو انا عندي اي بي مثلا 180 200 200 1، جيت قلت لك ده في اني رينج، هتقول لي 180 ده 180 ده من 128 ل 191، يبقى ده كلاس بي على طول. اول رقمين هم رقم الشبكه، او اول اتنين اوكت هم رقم الشبكه، الاتنين اوكت التانيين هم رقم الجهاز. بالنسبه لكلاس سي او بال 192 ل 223، الثلاثه اوكت الاولانيين هما رقم النتورك ادرس، والاوكت الاخير هو رقم الهوست ادرس. طبعا الكمبيوتر لا يفهم هذا، لذلك هو بيستخدم حاجه اسمها سبنت ماسك. ايه السبنت ماسك؟ السبنت ماسك هندل بالان ب 255 وندل عن الاتش بالصفر، يعني وكاني الوحايد، يعني 255 دي عباره عن 8 بت وحايد، كاني مدل بيها على النتورك ادرس، يعني بقول 255 بدل الان، والثلاثه اتش دول الثلاث اصفار. لاحظ طبعا مع كل كلاس هتلاقيها بتختلف، 3 ان يبقى 3 بت 55 0 وهكذا. احيانا طبعا في الطبيعي وفي الامتحانات عموما، على فكره مش بس سيسكو مايكروسوفت وات ايفر، ما بيستخدموش السبنت ماسك بالطريقه دي، يعني ما بيكتبولكش السبنت ماسك بالطريقه دي. هتقولي امال هيكتبوها بايه؟ هقول لك هيكتبوها بحاجه اسمها، انا شوف كده مش موجوده هنا. طيب هيكتبوها بحاجه بنسميها سي اي دي ار او البريفكس لينث، البريفكس لينث او السبنت ماسك. طب ايه البريفكس لينث او السبنت ماسك او السي اي دي ار؟ هم السبنت ماسك بس مش ممثلين او مش بتتكتب بالشكل ده. هتقولي امال بتتكتب ايه؟ هقول لك والله هم بيقول لك ايه، هو السبنت ماسك دي فيها رقم هنا 255 اللي هي كلاس A وثلاث اصفار. 255 دي كام بت وحيد؟ هتقول لي والله 8 بتات وحيد، لان انا لما اجي ارجع هنا على السطر ده احط كل هنا وحيد، هلاقي ان السطر من 1 ل 128 بيعمل لي 255. اذا السي اي دي ار او البريفكس لينس هي عدد البتات الوحيد في السبنت ماسك. يعني انا هكتب لك سلاش 8، ليه هكتب لك سلاش 8؟ عشان 255 8 بتات وحايد. وما اللي تحت سلاش 16، وما السي كلاس سي سلاش 24، 8 بت. كل بت 55 لو جيت احولها لبتات هتطلع 8 بت وحايد، واحنا السي اي دي ار هي عباره عن ايه؟ عدد البتات الوحايد. طيب كلاس دي بيستخدم في حاجه اسمها المالتي كاست، بيستخدم في المالتي كاست عموما لما نعوز نكلم مجموعه اجهزه ونوجه لهم بيانات ليهم هم بس، فبنستخدم عناوين من هذه من هذا الكلاس. هنفتكرها وهنشوفها بشكل قوي جدا في لما نيجي نتكلم على الراوتينج بروتوكولز. كلاس اي بالبتات 48 لبتات 55
وده محجوز للاختبارات العلمية. والحقيقة هو لغاية 254 مش 255 زي ما مكتوب هنا. أخيرا يهمني أضيف إن 127 اللي احنا قلنا مش موجودة وهتبقى 126 بتستخدم في حاجة اسمها أو مع أمر اسمه بينج، هنتكلم عليه إن شاء الله ممكن في الفيديو اللي جاي. والزيرو ما بينفعش أي بي يبدأ بزيرو، فبنبدأ دايما بواحد. أما 255 اللي في الآخر فبتستخدم في البرودكاست، ودي قصة هنتكلم عليها كمان شوية. طيب يعني أنا لو جيت قلت لك أنا عندي الرسمة دي، الرسمة دي جميلة. دلوقتي عايزين نفهم حاجة مهمة جدا، هو الجهاز رقم 201 هو المفروض يبقى هنا في دوت، معلش 201 10 10 3 ده جهاز. الجهاز ده لو عايز يعمل برودكاست بحيث كل الأجهزة اللي احنا قدامنا دي تسمع هذا البرودكاست ويوصل لها، هيبعت ال destination IP address بتاعه هيبقى ايه؟ عايز يبعت لكله. فأنا لو عايز أكلم 201 10 10 1 هيبقى هو ال destination IP address بتاعي 201 10 10 1 والسورس IP اللي هو بتاعنا. لا ده أنا عايز أخليه يكلمهم كلهم، يبقى هنستخدم الاي بي اللي تحت ده 255 255 255 255. ده اي بي يا جماعه بيستخدم في البرودكاست، برودكاست الناس كلها تسمعه. هتقول لي فعلا الكلام ده؟ هقول لك فعلا الناس كلها هتسمع البرودكاست دوت. يعني تخيل انك انت بتدور على حاجه، رحت يعني جاب ميكروفون سمعت الناس بتوع العماره كلها وكلهم عندك، تقول لهم يا جماعه فين كذا، بس انت بتسمع الناس كلها، انت بتوصل معلومة للناس كلها ب 455. هنا هيستوقفنا حاجة مهمة جدا، هتقول لي طيب بالمناسبة لو كان في راوتر موجود مثلا بعد السويتش الثاني، سويتش رقم او بعد سويتش رقم واحد لان معمول بواحد ازرق ده، الراوتر بيمنع البرودكاست، ما بينقلش برودكاست. خدوا بالكم الراوتر، يعني لو في برودكاست جاي لي 4 باكت فيها الديستريشن اي بي 4255 وانا كراوتر وصلت لي الباكت دي لا سوري ما بعتهاش لحد، ما بعتهاش لباقي الناس وكلام، لا 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 ممنع البرودكاست. بيمنحها ليه؟ طبعا هو من باب السكيورتي ومن باب يعني انت محتاجها لايه، يعني انت محتاج تنقل البرودكاست ده ليه؟ المفروض انتوا شبكه مع بعضيكوا خلاص انتهت القصه. طيب افرض ان العم 201 10 10 3 ده عايز يعمل او ينده او يعمل برودكاست على الشبكه بتاعته بس، يعني انت ايه عايز تعمل تنده او تدور على حاجه او تنده على حد داخل الشقه بتاعتك بس مش في العماره كلها، طب هتعمل ايه؟ قال لك والله كل نتورك ادرس ليها برودكاست ادرس. ياه طب ثواني كده، يعني انا عندي هنا سؤال، هي الشبكه اللي هي 201 10 10 1 دي ده اي بي، ده مش شبكه، ده رقم اي بي، ولكن انا ممكن من خلاله اعرف النتورك ادرس بتاعه الاجهزه المرتبطه بسويتش رقم 2 ده. هقول لك اه والله تعالى بقى نتعلم اللي خدناه في الكلام اللي فات. نبص على اول اوكتت اللي هو 201، 201 ده تابع لاني كلاس اي ولا بي ولا سي؟ تابع لكلاس سي. طيب عشان رقم 201 كان في الرينج بتاع كلاس سي، طب كلاس سي عباره يعني اول 3 اوكتت فيه بتمثل ايه، او اول 3 ارقام فيه بتمثل ايه؟ بتمثل رقم الشبكه. ده انا اذا الاجهزه اللي في سويتش 2 فيها او هي بتنتمي الى شبكه رقم 201 10 10 0، وممكن تاخد اي بيهات من 210 10 1 لغايه 254، يعني معايا 254 اي بي ممكن احطهم في الشبكه دي. ياه
طب امال 255 هنعمل فيه ايه؟ لا، ما هو ده البرودكاست ادرس، ده لما يجي اي جهاز بقى من الواحد ل 254 اللي بينتموا لشبكه 211.10 عايز حد فيهم يعمل برودكاست للشبكه بتاعته بس، عايز يزعق للشبكه بتاعته بس، هيستخدم هذا الاي بي اللي هو 211.10.255. يعني سويتش رقم واحد ده اللي هو شبكته 210.10، لو حد فيهم من الاجهزه دي عايز من الواحد ل 254 عايز يعمل برودكاست هيستخدم ايه؟ هيستخدم 210.10.255، ده البرودكاست ادرس بتاعه بتاع النتورك دي بس. اما لو عايزين يزعقوا يسمعوا الدنيا كلها يبقى 455. في سؤال مهم يعني انا هبقى مستنيه من الناس اللي بتسمع. السؤال ده هو الحقيقه، خلينا نرجع لجزئيه ان انت بتعمل برودكاست للناس كلها. قلت ان انت هتكتب في الباكت او هتحط في الباكت الديستنيشن اي بي ادرس المرسل اليه 4255، فبالتالي سويتش ياخد البيانات دي يعرف ان هو لازم يبعتها للجميع. مش ملاحظ حاجه غلط في كلامي؟ هو السويتش بيفهم اي بي هات؟ مبيفهمش اي بي هات. امال ازاي هيقدر يعرف ان الباكت دي برودكاست اذا كان انا ما بعرفش ايه الباكت، ما بعرفش افتح الباكت واقراها، فمش عارف يعني ايه سورس اي بي وديستنيشن اي بي ادرس. هقول لك بس انت كسويتش بتفهم الفريم اللي فيها الماك ادرس، صح؟ صح. طيب انا حطيت لك السورس ماك ادرس بتاعي اللي هو بتاع كارتة النتورك بتاع جهازي، وحطيت لك في الديستنيشن ماك ادرس برودكاست لير 2 برودكاست ادرس. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني حطيت لك في الديستنيشن ماك ادرس 12 اف، ال 48 بت بتوع الماك ادرس اللي هم ال 12 هيكسا ديسمال ديجيت هم عبارة عن 12 اف. يبقى انت لما هتيجي كسويتش توصلك الفريم بالشكل ده، هتفهم ان دي معمولة دي برودكاست للناس كلها. وطبعا انت ما بتفهمش غير لير 2 بس، مفيش مشاكل، ما انا بعتها لك بحيث برضو تفهمها لو انت لير 2 بس. اذا لما اجي اقول لك ايه هو اللير 3 برودكاست، لو ان جنرال كده لو انا عايز ابعت للشبكات كلها هتقول لي 455. طب هو نفسه بس على مستوى لير 2 بيمثل ازاي؟ بيمثل ب 12 اف. جميل. المره الفيديو اللي جاي هنتكلم على امر مهم جدا، الا وهو السبنيتنج، ازاي نقسم الشبكات، ازاي نتفاعل مع الشبكات اكتر، ازاي بقى عندي نتورك ادرس 210.10 مثلا زيرو واقول لك يلا بينا نقسمها و لعده شبكات فرعيه، وهنتكلم شويه على بعض الاوامر الخاصه بالكونفيجريشن بتاعه او الكونكتيفيتي ترابل شوتينج الكونكتيفيتي بتاعه التي سي بي اي بي زي البينج والاي بي كونفيج سلاش ولا مش، بحيث نكون خلصنا الجزء الاول من الخمس اجزاء بتوعنا. ولكن يعني الحقيقه في نقطه هامه جدا عايز اركز عليها، ان الفيديو اللي جاي اللي احنا هنتكلم فيه على السبنيتنج لازم نبقى عارفين ان السبنيتنج من المواضيع الهامه جدا بالنسبه للشخص اللي عايز يمتحن او عايز يدرس حتى السي سي ان اي. ليه؟ لان احنا في السبنيتنج هناخد ايه؟ هناخد ازاي الشبكه اللي انا بديها لك دي تقسمها لشبكات اصغر. يعني لاحظ الشبكة اللي قدامنا اللي هي 210.10 على السويتش رقم واحد 210.10 دي، هتلاحظ ان فيها ايه؟ فيها نتورك ادرس 210.10.0، فيها اجهزة من 210.10.1 لغاية 254، وفي برودكاست ادرس للشبكة دي 210.10.255. لا تخيل بقى ان احنا هناخد الرينج من 1 ل 254 ده نقسمه لشبكات اصغر، مثلا من 1 ل 32 ومن 32 ل 64 وهكذا، كل بقى شبكه صغننه فيهم ليها نتورك ادرس برودكاست ادرس عباره عن اي بي معين ما تقدرش تستخدمه حتى الاجهزه.
لازم يبقى عارفين الداتا. لو بيحلقوا مثلا هتمتحن الموضوع ده، بيتم التعامل معاه على اساس ان هو من بديهيات النت. يعني ممكن ابقى انا مسالك سؤال في الراوتينج بروتوكول او في السويتشنج او في الكلام ده، وبنتكلم في موضوع تاني خالص، وحاطط لك مفيش فيكسد نتوركس بالشكل اللي احنا بنشوف نتورك عاديه كده مش معموله سبنيتنج، لا كلها معموله سبنيتنج، ويمكن ليها اسم هي هنعرفه في لما نيجي ناخد الراوتنج بروتوكول. الشبكات اللي معمول لها سبنيتنج بنسميها كلاسلس، الشبكات اللي مش معمول لها سبنيتنج بنسميها كلاسفول، وده من طبعه على تصنيفاتنا للبروتوكولات، لكن دي قصه تانية مش عايزين نشغل بالنا بيها دلوقتي. اذا مهم جدا موضوع السبنيتنج، ومهم جدا ان احنا نعمل تمارين عليه، وان شاء الله نتطرق له في الفيديو اللي جاي. الحقيقه بس فقط قبل ما نروح للفيديو اللي جاي، انا عايز يعني نتكلم بس على نقطة بسيطة جدا عشان يبقى الفيديو اللي جاي فعلا هو الفيديو اللي هنختم بيه الحدوتة بتاعت بارت 1. الحقيقة زي ما اتفقنا الراوتر ما بيعديش البرودكاست، يعني لو بي سي من الاجهزه دول هنا بيعمل بيبعت حاجه ما كانش هيعدي البيانات من البي سي اللي في السويتش دوت للسويتش دوت، والحقيقه واحد فيهم هاب وواحد فيهم سويتش. الحقيقه هنا انا عايز انبه لحاجه، ودي بتيجي في الامتحان على فكره وبنتسأل فيها، وبرضو من الاشياء المفترض ان هي تصبح بديهية بالنسبة لنا. ما المقصود بالبرودكاست دومين؟ برودكاست دومين نطاق البرودكاست بيوصل لغاية فين؟ هقولك والله، هو يعني انا في الهب اللي هنا ده لو عندي حد في الهب اللي هنا عايز جهازي عايز يبعت بيانات فبيعمل برودكاست، برودكاست ده هيروح لفين؟ هقول لك هيروح للدنيا كلها، بس لغايه ما يوصل للراوتر اللي في النص دوت والاسطوانه القرص اللي في النص ده، الراوتر هيمنع البرودكاست. طيب ده حدود الدومين بتاعتك. طيب والاجهزه اللي تحت دي اللي مربوطه بالسويتش لو بيعملوا برودكاست برضو حدودهم هتوصل ان هم ينتهوا عند الراوتر، الراوتر يمنع البرودكاست بتاعهم. اذا لو انا جيت قلت لك هو احنا عندنا كم برودكاست دومين في الرسمه دي، هتقولي والله عندي اتنين، واحد اللي هو طالع من الهب دوت وبيدي الاجهزه والكلام ده، لو واحد فيهم عمل برودكاست 455 هتروح في كل الدنيا دي، ولكن هتوصل للراوتر وتقف. نفس الحكايه بالنسبه للتحت. اذا احنا ممكن نعرف حاجه، ممكن اقول لك انت تقدر تحسب البرودكاست دومين انك انت تحسب فيه كم كابل طالع من الراوتر رايح لشبكات اخرى او متصل بديفايسز اخرى او ممكن حتى راوتر اخر. ده البرودكاست دومين، في كام سلك طالع من الراوتر. طيب دي الطريقه السهله لحسابه. طبعا الحاجه الثانيه اللي انا عايز انبه عليها حاجه اسمها الكوليجن دومين، نطاق التصادم. لو جيت تبص على الهب دلوقتي وقلت لك ان انا عندي جهاز بعت بيانات وجهاز تاني بعت بيانات تسببوا في تصادم، الهب هاف دوبلكس، الهب التصادم فيه هيؤثر على كل الاجهزة المرتبطة فيه، فنطاق التأثر بهذا التصادم بيمثل كل الاجهزة المتصلة بالهب. اذا لو جبت لك رسمة فيها هب طالع منها 10 اجهزة 20 جهاز 30 جهاز whatever، وقلت لك عندنا كم كوليجن دومين، هتقول لي واحد بس، كلهم بيتأثروا بنطاق تصادم واحد، لان لو واحد تصادم بيانات تصادمت مع بيانات جهاز اخر خلاص انتهت القصة، التصادم اثر على الجميع. هتقول لي طب في السويتش بتتحسب ازاي الكوليجن دومين؟ هقول لك لا، فاكر البرودكاست دومين كنا بنحسبه ازاي مع الراوتر؟ كنا بنقول احسب الكابلات طالعه من الراوتر، نفس الحكايه في السويتش، هقول لك احسب الكابلات اللي طالعه من السويتش، دي الكوليجن دومين بتاعتك. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان كل الجهاز
ممكن ان هو يتسبب في تصادم ويتأثر بالتصادم ده هو وجهاز اخر، تمام؟ فبالتالي عدد الاجهزة اللي ممكن تكون في كوليجن دومين خاص بيها هيبقى عدد الاجهزة اللي مرتبطة بالسويتش نفسه. يعني لو بصينا على السويتش تحت ده هقول لك في عندك كام كوليجن دومين، هتقول لي 3، وفي سلك طالع راح للراوتر يبقى 4. طيب خليني اسال السؤال ده، هو في الرسمه اللي انا حاططها دي في كام كوليجن دومين مبدئيا وفي كام برودكاست دومين؟ هتقول لي والله برودكاست دومين سهله، الراوتر طالع منه كابلين، تمام؟ كل كابل راح لشبكه بغض النظر بقى اللي فيها ايه من سويتشات وهبات والكلام ده، هم كل دول برودكاست دومين واحد. طيب ادي واحد وواحد تاني، بقى 2 برودكاست دومين. اقول لك صح. طب كام كوليجن دومين؟ اقول لك والله الهب بما فيه من اجهزه، من 3 اجهزه وجهاز اخر متصل بالراوتر والكلام، كل دول يعتبروا كوليجن دومين واحد. طيب لان الهب التصادم فيه بيتاثر بالجميع. اما السويتش نحسب فيه كام سلك طالع من السويتش، ادي 1 2 3 وواحد راح للراوتر 4. طيب لو انا قلت لك فيه كام كوليجن دومين في الرسمه دي، تقول لي 5، الاربعه بتوع السويتش والهب ككل كوليجن دومين واحد، يبقى 5. العمليه بسيطه جدا، بتيجي في الامتحان بتاع السنه على فكره، معرض ان انت تلاقوا فيها اسئله ومشاكل. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.